أيها الأحبة الكرام، نحييكم من عند الله تحية طيبة مباركة، ونحن نلتقي مع حضراتكم في فعاليات الأسبوع الثقافي الرابع لوزارة الأوقاف، والذي تتم فعالياته في مساجد محافظات جمهورية مصر العربية بعمل دؤوب ورعاية كاملة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. من ساحة مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر نبدأ مع حضراتكم فعاليات هذا اليوم، اليوم الثاني من هذا الأسبوع، ويتسع برنامجه لأربع فقرات: القرآن الكريم مع القارئ الشيخ إسماعيل طه عويان، ثم كلمة للأستاذ الدكتور ياسر المرسي أستاذ التفسير بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، وكلمة للأستاذ الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، ثم نختتم هذا اللقاء مع ابتهال للمبتهل الشيخ محمد أكمل. وأود أن أنوه لحضراتكم أن الأساتذة الكرام على استعداد للإجابة عن تساؤلات حضراتكم في موضوع هذا اليوم، وهو بعنوان التكافل المجتمعي. نبدأ هذا اللقاء الإيماني المبارك بالقرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل طه عويان يتلو علينا ما تيسر له من آيات الذكر الحكيم، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما قول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.
نشكر باسمكم فضيلة القارئ الشيخ محمد سبع، والذي بدأ مع حضراتكم أولى فقرات هذا اليوم، والذي هو تحت عنوان التكافل المجتمعي. إن التكافل المجتمعي ليس شعاراً أو كلمات رنانة في عناوين الصحف أو وسائل الإعلام، وإنما هو حياة كاملة وتصور ديني واضح لكيف يعيش الإنسان بجوار أخيه الإنسان. لقد قال المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أيها الأحبة الكرام، حول هذا العنوان وهذا المضمون نتشرف بأن يكون معنا متحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور ياسر سطوحي، أستاذ التفسير بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق الخلق وأحصاهم عددا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحانه وبحمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أسبغ علينا النعم وأسدى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله، أكرم به نبيًا وأعظم به عبدًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى. أما بعد، فأحييكم جميعًا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعل خطواتنا جميعًا في موازين حسناتنا يوم نلقاه يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، خلق الله عز وجل الإنسان بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وأسكنه جنته، وجعله خليفة في أرضه، وبين الغاية العظمى والهدف الأسمى من خلق هذا الإنسان، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أمر الله تعالى هذا الإنسان بأوامر، ونهاه عن نواهٍ، وفرض له الفرائض، وشرع له الشرائع، وحد له الحدود، ووعده بالجنة إن أطاع، وتوعده وهدده بالنار إن خالف وعصى. وأخبر جل جلاله في محكم آياته: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يبقى في المقابل من يطع الله ورسوله يدخله جنات، ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إن أطاع الإنسان ربه وعبده دخل الجنة، وإن عصاه وخالف أمره استحق دخول النار. نسأل الله تعالى
العفو والعافية والنجاة والسلامة. هذه العبادة التي كلفنا الله تعالى بها متمثلة في الأوامر والنواهي والفرائض والشرائع والحدود لها غايات ولها مقاصد، وعلى رأس مقاصدك وغاياتك الخلق الحسن. فالله تعالى ما شرع هذه الشرائع وما أمرنا بهذه العبادات والطاعات إلا من أجل القيم الأخلاقية، والقيم الأخلاقية معناها هي الصفات التي يتحلى بها الإنسان ويعامل بها غيره. فالعبادة ليست مقصورة على الشعائر التعبدية وفقط من الصلاة أو الصيام. العبادة ليس معناها أن تقف في المحراب متبتلاً إلى ربك، هذا جزء من العبادة، هذه صورة من صور العبادة. أما العبادة بمعناها الواسع ومفهومها الشامل أن تظهر عليك آثار هذه العبادة وأنت تتعامل مع غيرك. لذلك كانت الأخلاق الطيبة والمعاملات الجميلة بين الناس بعضهم بعضا غاية، كانت هذه الأخلاق غاية ومظهرا وأثرا من آثار هذه العبادة والطاعة. ففي الصلاة مثلا يقول سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. والزكاة مظهر من مظاهر التعامل مع الآخرين. وفي الصيام كذلك تهذب أخلاقك في تعاملك مع غيرك: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب، إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، حتى تظهر آثار الصيام عليه في معاملته مع غيره. وكذلك في سائر العبادات والطاعات، إذا كانت الغاية من خلق الإنسان هي العبادة، والغاية من العبادة أن يتحلى بالقيم الأخلاقية والآداب الجميلة، فعلى رأس هذه القيم التراحم والتعاون والتكافل فيما بين الإنسان وفيما بين غيره. فالإسلام بمفهومه الشامل أن تنظم علاقتك، أن تحسن علاقتك، أن تجمل علاقتك مع الله سبحانه وتعالى خالقك، ومع نفسك، أن تهذب نفسك وأن تحملها على الطاعة والعبادة. فإن شردت وانحرفت إلى المعصية سرعان ما جعلتها تعود إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة إليه. وأن تجمل علاقتك مع غيرك من بني جنسك، ممن تعيش معهم في هذه الحياة وعلى هذه الأرض. من مقاصد الإسلام العليا إيجاد مجتمع فاضل تظهر آثار العبادة والطاعة على أفراده. والمجتمع الفاضل لا يبنى ولا يقوم إلا على مبدأ التكافل بين أفراده، لهذا يمكن لنا أن نقول إن الغاية من العبادات هي إيجاد هذا المجتمع الذي يتكافل أفراده ويتراحم أبناؤه فيما بينهم. واسمحوا لي سريعا أن نذكر أمثلة على وجود هذا التكافل وظهوره، بل كونه هو الغاية من العبادة والطاعة.
في الصلاة مثلا نتعاون فيما بيننا منذ أن شرع الإسلام لنا صلاة الجماعة، حين نقف جميعا صفا واحدا يتراحم بعضنا مع بعض، يتساوى بعضنا مع بعض، لا فرق بين عربي ولا عجمي، لا فرق بين رئيس ولا مرؤوس، لا فرق بين حاكم ولا محكوم، الكل يقف صفا واحدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وحين نقرأ في الصلاة أم الكتاب، فاتحة الكتاب، سورة الفاتحة، لا يقرأها كل فرد منا مع نفسه، لا يقرأها بصيغة الإفراد، حينما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى قائلين إياك نعبد بصيغة الجمع لا بصيغة الإفراد. وهذا دليل على أن المسلم دائما يضع التكافل والتراحم والشعور بالآخرين بين يديه حتى وهو بين يدي الله تعالى في صلاته، فهو لا يقول إياك أعبد، وإنما يقول إياك نعبد، يتكلم بصيغة الجماعة، وكأنه يقول لربك يا رب أنا فرد من أفراد هذه الجماعة التي وقفت بين يديك متذللة خاشعة خاضعة تسألك الهدى والتقى، أنا بمفردي بذنوبي وسيئاتي وتقصيري وتفريطي لا أستحق هذا الشرف أن أخاطبك بصيغة الإفراد، وإنما أنا أخاطبك على كوني فرداً من أفراد الجماعة المسلمة، من أفراد المسلمين المؤمنين المتقين. وحين يدعو لنفسه بالثبات على الصراط المستقيم وهو الإسلام، بالثبات والهداية إلى هذا الصراط، إلى الإسلام الحنيف، لا يدعو أيضاً بصيغة الإفراد، بصيغة المفرد، وإنما يدعو بصيغة الجماعة، اهدنا الصراط المستقيم. فهو لا ينسى أبناء جنسه، لا ينسى أفراد مجتمعه، لا ينسى أفراد أمته، وهو يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. لذلك حثنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا تقرب واحد منا إلى ربه بالدعاء ألا يقصر هذا الدعاء على نفسه وفقط، بل يدعو للآخرين. وإذا دعا للآخرين وأشرك معه غيره من بني جنسه أمنت الملائكة الكرام على دعائه، بل أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا ورغبنا أن يوصي بعضنا بعضا بالدعاء. أنا أدعو لك بظهر الغيب وأنت تدعو لي بظهر الغيب وهكذا. فالصلاة كعبادة أصيلة وأساسية في الإسلام نلحظ فيها هذا التكافل المجتمعي، هذا التراحم، هذه المشاركة المجتمعية بين المسلمين. وأما الزكاة فالمشاركة المجتمعية ظاهرة فيها التكافل والتراحم والتعاون في فريضة الزكاة، أن يشعر الغني بإخوانه المسلمين، أن يشعر الغني بالفقراء والمحتاجين. الإيمان الحقيقي أن تقدر المروءة حق قدرها، وأن ترى للمسلمين أخوة بينك وبينهم، أن يرى الغني للفقير حظاً في ماله، وأن يرى القوي للضعيف نصيباً من قوته وجاهه. هذا هو التكافل الذي تظهره لنا فريضة الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهركم، تطهرهم من الأخلاق الرذيلة، تطهركم من الأخلاق الفاسدة. أن يشعر الإنسان لكثرة ماله أن له فضلاً على الآخرين، أن له مرتبة تعلو مراتب الآخرين. كلا،
يطهر نفسه من هذا العجب وهذه الأنانية، فيرى للمحتاجين نصيباً من ماله، يرى أن الله تعالى قدر عليه في هذا المال حقاً، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وأما الصيام، ففيه أيضاً تكافل وتراحم فيما بيننا، حين نصوم في وقت واحد وينتهي صيامنا في وقت واحد، فيشعر أبناء الأمة الإسلامية أنهم على درجة واحدة، وهذا لا يطغى بعضهم على بعض ولا يظلم بعضهم بعضا، لأننا جميعا أمام الله سبحانه وتعالى سواء. وفي الحج كل الحجيج يلبسون لباسا واحدا ويقفون في مكان واحد ويتوجهون إلى رب واحد، وفي هذا أيضا إشارة إلى أننا على درجة واحدة، وهذا هو التكافل. فالتكافل معناه أن يتعاون أفراد المجتمع، ويتساندوا فيما بينهم أفراداً وجماعات، على إيجاد هذا المجتمع الفاضل الذي يتساوى أبناؤه في الحقوق والواجبات. وإذا نظرنا إلى وسائل هذا التكافل وكيفية تطبيقه في المجتمع، وكيف لفت الإسلام أنظارنا إلى هذا التكافل، فوجدنا أن من صور هذا التكافل ما هو على سبيل الوجوب والإلزام كالزكاة وكالنذر وكالكفارات، ومنه ما هو على سبيل التطوع والاستحباب كالإيثار، أن تقدم غيرك على نفسك، أن تقدم مصلحة العامة على مصلحتك الشخصية. من هنا يا عباد الله وجدنا أن الغاية من خلقنا العبادة، والغاية من هذه العبادة أن نحقق الأخلاق الطيبة، وعلى رأسها التكافل والتراحم فيما بيننا، حتى نكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جسداً واحداً يسعد بسعادة بعضه ويتألم لألمه ومرضه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور ياسر سطوحي، أستاذ التفسير بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، والذي بدأ حديثه معنا في فعاليات هذا اليوم الثقافي، والذي يقام برعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويقام هنا في هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر. إن حديث الدكتور ياسر المرسي تضمن عدة نقاط مهمة خاصة بالتكافل المجتمعي والتي ذكرها لنا فضيلته، وأوضح أن العبادة وأن صميم الدين يدعو ويحث الجميع على التكافل في كل صورة من صور العبادة. فكما ذكر فضيلته أن الصلاة، عندما قال الحق سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي سبيل وطريق إلى تحسين الأخلاق وتحسين التعامل بين الناس وبعضهم البعض. وعندما ذكر فضيلته الزكاة والصيام في تهذيب التعامل مع الآخرين، وذكر فضيلته نقطة في غاية الأهمية، وهي
آثار العبادة على الإنسان. عندما يتحلى الإنسان منا بالأخلاق الكريمة ويتعامل مع الآخرين بصورة مجتمعية سليمة، حينها نستطيع أن نقول إن هذا الإنسان تظهر عليه آثار العبادة. فعندما يتحلى بهذه القيم الأخلاقية وهذه الآداب من ممارسته للعبادة، ساعتها فقط يكون هذا الإنسان إنسان صالح، إنسان نموذج لمن يحرص على وجوده بصورة فريدة بين مجتمع يسعى إلى التكامل. وأود أيضاً أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية ذكرها أيضاً فضيلة الأستاذ الدكتور، وهي صيغة الجماعة في نداء الحق عز وجل: إياك نعبد. فحتى تستقيم العبادة لابد أن يفكر الإنسان في غيره، وحينما يريد الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى يدعو لغيره، وهذا نوع من التكافل الكريم الذي ذكره فضيلته. أيضا عندما يرى الفقير كما ذكر فضيلة الدكتور أن له حظا في مال الغني يشعر بالطمأنينة، وعندما يرى الضعيف أن له حظا في قوة القوي يشعر أيضا بالطمأنينة، وهذه من قيم التكافل المجتمعي. وأود أن أشير أن الله سبحانه وتعالى قد من علينا في هذا البلد الكريم بمشروع هو صورة مثلى من صور التكافل المجتمعي، وهو مشروع حياة كريمة. هذا المشروع الذي تقوم به الدولة المصرية من أجل إيجاد حياة كريمة لمن لا تتوفر لديه، من أجل أن تضرب الدولة المصرية مثلاً لكل الدول في كيفية التكافل المجتمعي فيما بينها وبين أبنائها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائماً في ود وتكاتف وتكافل مجتمعي. استكمالاً لفعاليات هذا اليوم الكريم، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا متحدثاً الأستاذ الدكتور أسامة فخري مدير المساجد بوزارة الأوقاف، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجمع بها روح المصلى عليه بالمصلي عليه. من أسمى وأرقى القيم الإنسانية والثقافات الاجتماعية التكافل المجتمعي، لأنه يؤسس لثقافة المواساة ويبرز فقه الشعور بالآخر، كما أنه يعمل على إزالة الحرج ورفع المشقة، ويدل على نفس تتسم بقيم البذل والسخاء والعطاء والجود وما شابه هذه الفضائل. إذا كان القرآن الكريم هو الميثاق الأعظم وهو الخطاب الإلهي الأفخم، فقد جعله الله سبحانه وتعالى حبلا ممدودا بين السماء والأرض. من أراد منا أن يكون موصولا بالله عز وجل، موصوفا بالفهم عنه سبحانه وتعالى، صانعا للخير والجمال في هذا الكون، فليقبل على القرآن الكريم تلاوة وفهما وتطبيقا. القرآن الكريم يقول لنا: وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا يؤسس لمفهوم التكامل أو التكافل المجتمعي الذي تم التأصيل إليه من خلال أستاذنا الدكتور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يبارك له. فالقرآن الكريم يدعون إلى التكافل ويدعون إلى التعاون،
وهو ما رسخ له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. نحن نحفظ باقي حديث رسول الله، صح ولا ايه؟ ها، مثل الجسد الايه؟ الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والايه. طب تعالوا نقربها كده. هذا الجسد الذي تنظرون اليه الان، ده بنسميه غلاف جسدي. ده اسمه ايه؟ غلاف جسدي. احنا عايزين نتجاوز بحدود بصرنا هذا الغلاف الجسدي. تعالوا ندخل جوه الجسد. سنجد ان هذا الجسد مكون من اعضاء كثيرة. السؤال: هل هذه الاعضاء متساوية في الوظيفة؟ ركز في السؤال كده كويس عشان تعرف تجاوب. هل هذه الاعضاء متساوية في الوظيفة؟ الاجابة لا. هل هذه الأعضاء متساوية في الحاجة؟ الإجابة لا. هل هذه الأعضاء متساوية في الحجم؟ الإجابة لا. هل هذه، حتى العلماء قالوا لنا إن كل عضو له درجة حرارة خاصة به، بعض العلماء قالوا هذا. اسأل زي ما حضرتك عايز تجد أن الإجابة تكون لا. مع كل هذا الاختلاف والتنوع، إلا أنها تكاتفت وتكاملت وكونت جسدا إيه؟ جسدا واحدا. انا بس حابب يعني امثل الامر حتى يصل المعنى الى حضراتكم جميعا. فتخيل كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين، اهو يعني ايه؟ الجسد الايه؟ الجسد. فمع هذا التنوع ومع هذا الاختلاف البين بيننا، لان الله عز وجل وزع علينا الطاقات والقدرات والامكانات والمواهب، لماذا وزع الله سبحانه وتعالى علينا الطاقات والقدرات والامكانات والمواهب؟ حتى يحتاج بعضنا الى بعض، صح ولا لا؟ ففي غني، في فقير، في قوي، في ضعيف، في صاحب نفوس، في اللي احنا محتاجينه. وتعاونوا على البر والايه؟ على البر والتقوى. فالقران الكريم يدعونا الى هذه القيمه المنيره، قيمه التكافل المجتمعي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف حضرتك كلام ربنا سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله. وكانوا أستاذنا الدكتور يعلمونا زمان في الكلية يقولون إيه؟ إحنا عندنا حروف اسمها حروف مباني وحروف اسمها حروف معاني. خلي بالك إيه حروف المباني وحروف المعاني دي؟ حروف، وده أصل أصيل في تفسير القرآن الكريم، حروف المباني هي الحروف التي تتكون منها الكلمة. يعني بطريقة بسيطة كده، لما أجي أقول لحضرتك كتب، أقول لك الكلمة دي تكونت من إيه؟ تقول لي من الكاف والتاء والباء. دي اسمها حروف الإيه؟ المباني، اللي بنيت بها الكلم، اللي تكونت منها الكلم، هي الحروف الأبجدية أو الحروف الهجائية. دي اسمها حروف إيه؟ ها؟ حروف مباني. إيه بقى حروف المعاني؟ لا، حروف المعاني دي حروف لها معنى أو أكثر من معنى، تمام كده؟ يقول لك مثلا حرف الباء يفيد الملابسة، يفيد الملاصقة مثلا يعني، فمنها من وإلى وفي وعلى ولكن، وحروف كتير قوي. إحنا معانا في الآية بقى: واعلموا أن فيكم رسول الله. حرف في ده حرف من حروف الإيه؟ المعاني، ويفيد الظرفية. إيه الظرفية دي؟ ركز كده معايا. لما أجي أقول لحضرتك إيه؟ الماء في الكوب، انا ببين لك حرف فيه هنا افاد ايه. الماء في الكوب، في بتفيد الظرفيه. فهمني بقى يعني ايه ظرفيه؟ يعني ايه؟ يعني الكوب يحيط بالماء من كل ناحيه، والماء لا يتفلت من الكوب من اي ناحيه. خدت بالك الظرفيه معناها ايه هنا؟ يبقى الميه في الكوبايه يعني ايه؟ الكوب يحيط بالماء من كل ناحيه، والماء لا يتفلت من الكوب من اي ناحيه. تخيل ده معنى الظرفيه. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: واعلموا ان فيكم رسول الله، يبقى ايه المعنى اللي يرد على الذهن؟ ها، عايزين حضرتك تحيط بالسنه من كل، صح ولا لا؟ ولا تتفلت السنه منك من اي ناحيه. يعني ايه؟ يعني نريد ان تسطع انوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في سائر تصرفاتنا، قول، فعل، تعبير، سلوك، تصرف، اشاره، اي حاجه كده عايزك تتجمل بسنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع يا سيدي، سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يصف لنا جود رسول الله، تكافل، هو ما احنا بنتكلم عن التكافل، نفقة رسول الله. فيقول لحضرتك ايه؟ فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسل.
وصف منير لنفقة سيدنا رسول الله، لعطاء سيدنا رسول الله، لبذل وسخاء وجود سيدنا رسول الله. يقول ايه؟ فلرسول الله أجود بالخير من ايه؟ من الريح المرسلة. عشان نفهم المعنى لازم اعرف ايه حكاية الريح المرسلة دي. فيقول لك الريح المرسلة بتتصف بثلاث صفات رئيسة. ايه هي؟ السرعة، انها متعاقبة، انها تشمل كل ما يقابله. ثلاث حاجات اصلية في الريح المرسلة: سريعة، تشمل كل ما يقابلها وملها، ومتعاقبة. يبقى لما نيجي نسقط هذه المعاني على وصف سيدنا ابن عباس لنفقة وجود وتكافل سيدنا رسول الله، نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سريعا في النفقة وفي التكافل، وكان هذا الامر متعاقبا، يعني مش مرة كده وخلاص ويبطئ، لا، وكان يشمل كل من يكون محتاجا لهذا الايه، لهذا الامر. انما تنصرون بضعفائكم، صح ولا ايه؟ طيب، إنما تنصرون وترزقون. طيب، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. يبقى النص القرآني المشرف يدعونا إلى التكافل، النص النبوي المشرف، إحنا لسه ما قلناش نصوص، ده إحنا قلنا بس وصف كده من سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، إيه كمان؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين إن نفقة حضرتك وعطاء حضرتك، وجود حضرتك اللي هو تحت اسم التكافل المجتمعي، ده لي ثواب عظيم جدا. الثواب من بين هذه الأمور، يعني الثواب من بين الثواب إيه؟ أنه يكون سبيلا رئيسا للشفاء من المرض بإذن الله عز وجل. سيدنا النبي كان بيقول لنا إيه؟ داووا مرضاكم أهو بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالإيه؟ بالزكاة، وأعدوا للبلاء الدعاء. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في سير أعلام النبلاء، وهو كتاب ماتع، اقرأوا فيه بعمق واستخرجوا الكنوز والأسرار التي ملأت حياة الصالحين. يقول لك إن ابن المبارك جاءه رجل، الرجل ده كان بيشكو من قرحة في ركبته. تخيل حضرتك قرحة في ركبته بقاله 7 سنين. أنا طبعا بصيغها بطريقة سهلة عشان توصل يعني، تمام؟ واستخدم معها كل أنواع العلاج ولم ينفع منها شيء. فالراجل ده بيسأل ابن المبارك، بيقول له أنا مريض، عندي قرحة في ركبتي بقالها 7 سنين، واستخدمت كل أنواع العلاج لم ينفع منها شيء. قال له إيه؟ اذهب إلى مكان كذا، المكان ده هو الناس محتاجة فيه بئر، فاحفر عنده بئرة في مكان حاجة الناس إليه، فإني أرجو الله أن ينبع عندها عين وأن يمسك عنك الإيه؟ وأن يمسك عنك الدم. فذهب الرجل وحفر البئرة، وبالفعل نبع عندها العين وأمسك الله عنه الإيه؟ عنه الدم. فداووا مرضاكم بالإيه؟ ده نوع من أنواع التكافل. أنت مش لما بتتكافل أو بتساعد إنسان مش بتساعده وخلاص وانتهى الأمر، لا، ده بيعود الثواب عليك مرة تانية، بيعود الثواب عليك. لا تظن أن أي عمل صالح تقدمه يخرج منك ولا يعود، لا، بل هو يعود إليك بالخير الوفير والجزاء الجزيل من الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو ذر جلس ذات يوم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيقول سيدنا النبي إيه؟ يا رسول الله، ما الذي ينجي العبد من النار؟ وطبعا طالما فينا جم من النار يبقى فيه إيه؟ ها؟ في ايه؟ طيب، في ناس معانا في دخول الجنة إن شاء الله. فيقول له يا رسول الله، ما الذي ينجي العبد من النار؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الإيمان بالله. ده طبعا أمر بديهي، كلنا مؤمنون بالله، بس أرجع لكلام أستاذنا الدكتور، الإيمان مش مجرد انتماء وبس، ده احنا عايزين نطبق التعاليم الإيمانية، صح ولا لا؟ نجعل التعاليم الإيمانية واقعا عمليا، خطط تطبيقية في حياتنا. قال الإيمان بالله. قال يا رسول الله، مع الإيمان عمل؟ كده احنا فهمنا سؤال سيدنا أبو ذر. الإيمان ده خلاص أمر مفروغ منه، الحمد لله من الله علينا بنعمة الإيمان، لكن سيدنا أبو ذر بيبحث عن الأعمال، إيه العمل اللي يعمله ينجيه منين؟ من النار ويدخله الجنة. طيب، فقال صلى الله عليه وسلم أن تعطي مما أعطاك الله، أن تكون صاحب عطاء، صاحب بذل، صاحب سخاء، صاحب جود، صاحب نفقة. فسيدنا أبو ذر يقول للنبي إيه؟ أرأيت إن كان لا يستطيع أن يعطي؟ الباب ده مش موجود، مش قادر، في عمل تاني؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه،
أن تساعد ضعيفا، أن تعين ضعيفا. أنا بقول لكم الأمر بالمعنى، مش بنص الحوار بين سيدنا أبو ذر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أن تعين ضعيفا يعني ربنا أداك طاقات قدرات إمكانات ما أداهاش لغيرك، استثمر الطاقات والقدرات دي في أن تعين بها إيه؟ في أن تعين بها غيرك. قال يا رسول الله أرأيت إن كان لا يستطيع أن يحسن صنع ذلك، مش قادر يعمل الموضوع ده. قال صلى الله عليه وسلم أن تعين مظلوما، ربنا أداك وجاهة بين الناس، تستطيع أن تقف مع الحق وأمام الظلم، استثمر المنحة دي والنعمة دي من ربنا سبحانه وتعالى وخد حق الإيه؟ المظلوم. قال يا رسول الله أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يفعل ذلك، الباب ده برضو إيه؟ مش موجود. قال صلى الله عليه وسلم أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، ده أمر سهل بقى، لو مش قادر بإيدك يبقى بإيه؟ باللسان، مش قادر بلسانك يبقى بإيه؟ مش ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أرأيت إن كان لا يستطيع أن يفعل ذلك، إيه الحكاية؟ سيدنا أبو ذر كل باب يقوله النبي، سيدنا أبو ذر يقول له إيه؟ مش قادر، مش عارف، ده لا يستطيع أن يحسن. فتبسم النبي صلى الله عليه، ودي من الأخلاق التي ركز عليها أستاذنا الدكتور، يعني من الأخلاق عدم الضيق والتبرم والتوتر وما شابه هذه الرذائل، لا، في استيعاب وشرح صدر وقبول للآخر وانسيابية واوا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أبي ذر وقال له يا أبا ذر أما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ يعني لا يستطيع أن يكون صاحب عطاء وبذل وسخاء، لا يستطيع أن يعين ضعيفا، لا يستطيع أن يعين مظلوما، لا يستطيع حتى أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فليمسك أذاه عن الناس، فليمسك شره عن الناس. قال أبو ذر يا رسول الله أرأيت من فعل خصلة من هذه الخصال ماذا يكون له؟ قال من فعل خصلة من هذه الخصال أتت يوم القيامة وهي تمسك بيده حتى تدخله الجنة. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. شوف المشهد ده كله عشان أبين لك الحاجات الأولانية، التكافل المجتمعي في أنك تساعد بالعطاء والنفق، التكافل المجتمعي أنك تساعد بالقدرات والطاقات والمواهب، التكافل المجتمعي أنك تعين المظلوم، كل ده يدخل فين؟ في التكافل المجتمعي. يبقى التكافل المجتمعي ليس منحصرا وليس مختزلا في جانب دون ايه؟ دون جانب. انت تعرف حضرتك انك لما تبقى من اهل التكافل المجتمعي بتاخد وصف جميل قوي اسمه ايه؟ صانع للمعروف، صح ولا لا؟ صناعة المعروف. طب وسيدنا النبي قال لنا ايه؟ صنائع المعروف ها تقي، اهو شفت يا سيدي، عمل بسيط قوي، ممكن يبقى تبسم، ممكن مشيت مع واحد كده تقضي حاجات اصلحت بين كل الكلام ده الجميل ده اهو صناعه المعروف، وصنائع المعروف تقي مصارع الايه. سيدنا زكريا عليه السلام كان يرجو الايه؟ الولد، رب لا تذرني فردا وانت خير الايه. طيب ربنا استجاب له ولا لا؟ فاستجبنا له ووهبنا له ايه؟ يحيى، واصلحنا له ليه. شوف اسيادنا بقى اللي حافظين اهو، إنهم كانوا يسارعون فين؟ على طول. وخلي بالك في فرق بين المسارعة إلى الخيرات والمسارعة في الخيرات. يعني أنا عندي حاجتين، إنك تسارع إلى الخير وإنك تسارع في الخير. تسارع إلى الخير يبقى أنت بعيد عن الخير وعايز تدخل الخير، نسأل الله اللي هم بعاد عن الخير يخشوا فين؟ في الخير. تسارع في الخير أنت في الخير بالفعل وتريد أن ترتقي ارتقاء إيه؟ أعلى وأسمى، دي معنى يسارعون في الإيه؟ في الخيرات. يبقى في وخلي بالك يعني إيه سرعة؟ ما احنا عندنا سرعة وعندنا عجلة، الاتنين بيشترك في معنى ويختلف في آخر. بيشترك في معنى اللي هو إيه؟ صلى على رسول الله. لما أقول مثلا نقطع المسافة من القاهرة إلى الإسكندرية في 3 ساعات مثلا، يعني يبقى المسافة من القاهرة إلى الإسكندرية كم ساعة؟ 3 ساعات. طب لو أنا زودت السرعة شوية ها إيه اللي هيحصل؟ الزمن هيقل، هروح في 2:30 مثلا يعني. يبقى هما بيشترك في المعنى ده إنك بتقلل الزمن، بتقلل الإيه؟ الزمن. لكن بيختلف فين؟ في المقابل. السرعة يقابلها إيه؟ يعني عكس السرعة إيه؟ ده سؤال سهل خالص ده، البطء، الإبطاء يعني. طيب الإبطاء محمود ولا مذموم؟ مذموم. تبقى السرعة مالها؟ محمود. هات بقى العجلة، عكس العجلة إيه؟ التأني. طب التأني محمود ولا مذموم؟ محمود. يبقى العجلة مالها؟ مذموم. عشان كده يقول لك في العجلة
في التأني السلامة وفي العجلة الإيه؟ الندامة. شفت الفرق؟ هما يشترك في معنى تقليل الزمن لكن يختلف في المقابل، ده ليه معنى وده ليه معنى إيه؟ يبقى ويسارعون في أهو شوف سيد، يبقى من لك العطاء من الله سبحانه وتعالى عشان أنت صانع المعروف عشان أنت من أهل التكافل الإيه؟ المجتمع. الكلام كثير وفير عن هذه الثقافة الرصينة التي كما ذكرنا تبرز فقه الشعور بالآخر وتؤكد على ثقافة المواساة وتدل على نفس تتسم بالقيم البذل والسخاء والعطاء والجود، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها حتى ننال هذا الثواب الوفير، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نتفضل بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة فخري مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، نشكره على هذه الكلمة الطيبة في هذا اليوم الطيب المبارك والذي أضاف إلى مسامعنا فيها الكثير والكثير من المعاني الدينية في هذا الأمر وهو التكافل المجتمعي. يعني نريد أن نوضح أكثر ونستزيد أكثر، ولكن البرنامج الآن تنتهي فقراته بهذه أو بهذا الابتهال من فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد التواب مقيم شعائر المسجد. عفوك ورضاك يا رب، يا فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك، سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها. ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي، يا رب، ونظرة منك يا سؤلي يا خير إلي من الدنيا وما فيها. يا رب، يا مولاي، يا قلبي خاشعا ولساني، يا رب ناداك، ناداك.
قلبي خاشعا ولساني يا عالما يا عالما بالسر والإعلان أنساك تذكرني أعصاك تسترني فكيف أنساك فكيف أنساك يا من ليس ينساني. نبي الهدى صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه.